أحبابي وإخواني في الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلى الكلام عن الله، ما أحلى الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة رب الكعبة أحبابي إخواني في الله، أقسم بالله إنه من فضل الله علينا أن جمعنا في صلاة الفجر. اللهم أتم علينا هذه النعمة حتى نلقاك يا رب العالمين. من أجل النعمة أن يستخدمك الله تبارك وتعالى لطاعته. أيوة رب الكعبة أحبابي إخواني في الله، لأن الله تبارك وتعالى أحبابي إخواني قال: ولا تطع من أغفل، ولا تطع شوف يا أخي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أسأل الله العفو والعافية. أيوة أحبابي إخواني في الله، فوالله لو أراد الله بهم خيرا لأتوا بهم يا أحبابي إخواني في الله. انظر كم واحد يسكن معك في البيت يا أحبابي إخواني في الله، وأنت بمفردك ربما نزلت من عمارتك أو اثنان من عمارة واحدة، وربما يوجد فيها ما يقرب من 50 شخص يا أحبابي إخواني في الله، ولكن وفقك الله تبارك وتعالى. أقول وفقك، والله وفقك يا أحبابي إخواني في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، صليت على رسول الله أحبابي. شوف النبي لما يقول لمعاذ يا أحبابي إخواني: والله إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. انظر إلى كلمة أعني، والله لولا أن أعانك ما أتيت، والله لولا أن الله تبارك وتعالى أعاننا ما أتينا لصلاة الفجر. حرم بها أحباب إخواني في الله ملايين من البشر الآن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أدم علينا نعمة التوفيق دايما وأبدا يا رب العالمين. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني في الله. حديث معاذ حتى يكمل أحباب إخواني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: دبر الصلاة قبل السلام، يعني آخر الصلاة أن تقول قبل بعد التشهد الأخير أن تقول: اللهم أعني على هذه وصية نبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال أهل العلم أحبابي بعد الصلاة على رسول الله، لا صلاة على رسول الله بجد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. نعم، قال أهل العلم أحبابي إخواني في الله: لا يستقيم لك حال إلا في ثلاث: ملازمة الذكر، ومداومة الشكر، وحسن التعبد. فقال النبي لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ملازمة الذكر، أعني على ذكرك، ومداومة الشكر وشكرك، صليت على رسول الله أحبابي، وحسن التعبد وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. تعالوا بنا أحبابي إخواني في الله، نعود إلى قول مولانا في سورة يوسف عليه السلام، ونحن نسير فيها أحبابي إخواني ليس تفسيرا، إنما أحبابي إخواني في الله من باب توضيح المعاني التي فيها بعض الإشكال على بعض من ربما من لا يفهمها كمثل أحبابي إخواني في الله. بس تصلوا على سيدنا رسول الله، كل شغلتك تصلي على سيدنا رسول الله. أيوة رب الكعبة أحباب، وهذا هو ما يبقى لك، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله بأبي أمي. توقفنا عند قول مولاي تبارك وتعالى: حينما أحباب إخواني في الله جاء الفرج من عند الله، وفتحت الأبواب، وكان بتوفيق من عند من؟ وفرج من عند من؟ لابد إذا ما كنت في أزمة من الأزمات، أو في مشكلة من المشكلات، أو في أي أمر من أمور حياتك يا أحباب إخواني في الله، أرجوك حبيبي وأخي في الله أن ترد الفضل لمن؟ لله رب العالمين. إياك أن تقول أنا، لأن أول من قال أنا إبليس، قال أنا خير منه. جميل يا أحباب إخواني، الله لما سأل إبليس قال له: يا إبليس ما لك ألا تسجد لما أمرت؟ قال أنا خير منه. لماذا لم تسجد لآدم؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول من قال عندي قارون، قال أوتيته على علم عندي، صليتم على سيدنا رسول الله. نعم يا أحبابي، فيرد الفضل لله رب العالمين، كما قال نبي الله سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نعم يا أحبابي إخواني في الله، وربما يا أحبابي إخواني في الله ما نعيش فيه نحن أهل مصر من الهم والغم في بداية الثورة التي كانت بإذن الله بتوفيق الله، سيبك من الأحزاب وسيبك من الضحك على الدهون، واسأل الله العفو والعافية، ولا جماعات، إنما هو توفيق من عند من؟ التغيير لا يكون إلا من عند الله رب العالمين. وأراد الله تبارك وتعالى أحبابي إخواني أن يختبرنا أهل مصر، وأسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا النجاح والتوفيق
فيما ابتلانا الله به يا احبابي اخواني. هذا وحينما ازال الله تبارك وتعالى الظلم كما قال الله تبارك وتعالى لقوم موسى عسى الله. يا احبابي اخواني في الله، الله قال لموسى عليه السلام: يا موسى عسى الله ان يهلك عدوكم ثم ينظر كيف تعملون. يا موسى قل لقومك عسى الله ان يقضي على فرعون وعلى اتباع فرعون. طب ولما اقضي انا وهو الله رب العالمين على فرعون وعلى الطاغية وعلى أهل الظلم، ماذا تفعلون يا أهل مصر؟ ده في عهد موسى عليه السلام عليهم من بني إسرائيل أن يقولوا ربنا نشكرك، ولكن ما كانوا منهم إلا أن ارتدوا وعادوا إلى فسادهم في عهد موسى عليه السلام، فأخذهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. سيدنا يوسف عليه السلام لما وقع في ورطة امرأة العزيز وغلقت الأبواب وتهيأت، فإذا بالأبواب يا أحباب إخواني في الله على لحظة واحدة تفتح بتوفيق وبأمر وبقدر من عند الله رب العالمين، وألف يا سيدها لدى الباب على فجأة وجدت زوجها يا أحباب إخواني في الله العزيز أمامها، فإذا بها تصدر الأوامر وتصبح في وقت واحد أو في آن واحد هي المجني عليها وهي القاضي يا أحباب إخواني. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجد، أمر الأول، أو عذاب أليم. ما قالت يقتل. قلنا أحباب إخواني في الله لنا كانت على أمل أن تأتي بيوسف مرة ثانية أو تحصل على المرغوب مما أرادته من يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ينظر إلى تلك المرأة، وهنا يوسف عليه السلام يتوجه إلى العزيز بقوله: قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. هنا الشاهد يا أحباب إخواني في الله، كلمة الشاهد يا أحباب إخواني في الله، تجد أنهم يا أحباب إخواني في الله يمكن أكثرنا وأغلبنا أحباب إخواني في الله يستأنس بما قيل بأن الشاهد هو إيه؟ طفل صغير رضيع. صليتم على سيدنا رسول الله؟ وإن كان أهل التحقيق من أهل العلم قالوا أن لفظ كلمة شاهد لا تطلق أبدا في اللغة العربية على الطفل، لأن الشاهد له إيه؟ له صفات، حينما يؤتى به في أي قضية لابد أن يكون له يا أحباب إخواني في الله على الأقل أن يكون بالغا، أن يكون يا أحباب إخواني في الله مميز، حتى إذا ما أتوا به في ساحة القضاء وفي ساحة الفصل أن القاضي يا أحباب إخواني في الله يأخذ معه ردا وقبولا من الحديث. ولكن قيل أنه طفلا يا أحباب إخواني في الله، وليس هناك أحباب إخواني في الله بأمر يعجز ربي تبارك وتعالى أن ينطق إيه؟ طفلا. ليست المشكلة هنا أحباب إخواني في الله. صليتم على سيدنا رسول الله؟ أولم يكن عيسى عليه السلام في المهدي يا أحبابي ويتكلم قال: إني عبد الله. نعم، وطفل جرير يا أحباب إخواني في الله، شهد جرير في الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت حينما ابتلي سيدنا جرير، والقصة مشهورة. في قصة سيدنا جرير كانت تنادي عليه أمه وكان هو في صومعته، فكان يقول في صلاته: وليس في صلاتي تظن أنه في صلاتي كالصلاة التي نصليها، إن الصلاة التي نصليها يا أحبابي من خصائص هذه الأمة أنك تقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، إنما هي من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لفظ الصلاة في اللغة العربية يطلق على الإيه؟ على الدعاء. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني. فكان يقول في صلاته وفي تعبده: يا ربي صلاتي أم أمي؟ يعني أترك الصلاة ولا أذهب إلى أمي؟ فكان توفيقه وكان اختياره أن يختار الصلاة، فما كان من أمي إلا أن قالت: اللهم لا تميته حتى تريه يا أحباب إخواني في الله، أو تعرضه لفتنة المومسات يعني الزواني، نسأل الله العفو، والزانيات والعياذ بالله. وبالفعل يا أحباب إخواني في الله إذا بالمؤامرة تحدث لسيدنا جرير، إذا بامرأة يا أحباب إخواني في الله تكلف عن طريق أن جماعة أتوا بامرأة قالوا لها: لئن استطعت أن يصنع بك جرير نعطيك من المال ما تريدين، ثم أتت به ثم تآمروا عليه حتى أنها حملت يا أحباب إخواني في الله هذه المرأة، فقالت: إن الذي حمل بي من؟ جرير. فأتوا به بعد أن ولدت هذه المرأة وأتوا بالطفل وكسروا له الصومعة،
نعم يا أحباب إخواني في الله، وهناك من يندفع بدون بينة. نعم الله تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي خبر يصل إليك استوثق منه أولا، لا تصدر الأوامر، وكن مؤمنا. وظن في من نقل إليك الحديث يا أحباب إخواني في الله ظنا، وظن في من تحدث ظنا، واجعل الظنان يا أحباب إخواني ظن خير بإذن الله رب العالمين. ولكن لا تتكلم قبل أن تستوثق من الأمور، لأن الله قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما كان من هذه المرأة حينما أتت بالطفل وقالت: إن الذي قام بي وجرير له من العبادة وله من التوفيق من عند الله ما له سمعة طيبة. فأتوا بالطفل وأتوا بالمرأة، فجاء جرير والناس أمسكوا به بعد أن كسروا صومعته. قال: يا جرير، من يشهد لك؟ قال: يشهد لي هذا الطفل. فما كان من جرير إلا وأنه لكمه في صدره أو في جنبه، فقال له: أنت ابن من؟ فتكلم الطفل بإذن الله رب العالمين. حاشا لله رب العالمين أن يتخلى عمن لجأ إليه. والله العظيم أتحداك أن تأتي إلي بموقف صادق كنت فيه مع الله ثم لم يخرجك من أزمة، لأنه هو الذي قال ذلك، قال: ادعوني أستجب لكم. إذا كان ربي تبارك وتعالى إذا لجأ إليه الكفار أغاثهم، فكيف لو لجأ إليه الأبرار؟ إياك أن تضيق على نفسك، وإياك أن تظن في ربك ظن سوء، أبدا بفضل الله رب العالمين. فكان الشاهد هنا مع جرير هذا الطفل الذي قال: أنا ابن الراعي. ووضح الأمر يا أحباب إخواني في الله، فقال لجرير: نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال: لا، بل اصنعوها كما كانت. وانتصر جرير وعاد يا أحباب إخواني في الله لعبادته. نعم يا أحباب، وثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله رب العالمين. نعم، يوسف عليه السلام هنا في اضطرار وفي موضوع يا أحبابي لا يحسد عليه إنسان وقع فيه، ولكن قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. وقال أهل العلم، قالوا أن الشاهد رجل كبير وهو من أهلها، يعني من أقارب زوجة العزيز. انظر إلى تفصيل الشهادة. نعم، شهادة يا أحبابي وإخواني في الله محكمة. قال الشاهد: إن كان قميصه قد من أي أحباب إخواني؟ من دبر ولا من قبل؟ من دبر. ها؟ لا، إن كان قميصه قد من قبل، قبل من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فهو فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر. هذا يسمى للإنسان قبل، وجهك يسمى قبل، أما ذاك يسمى دبر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني لا تعطيهم ظهوركم جريا وفرارا منهم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وربما في تلك اللحظة بالفعل، ليس بل ربما، أن الشاهد لم يرى قميص يوسف أو لم يرى يوسف، إنما الشهادة قد أتت. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني في الله؟ نعم. ما القضية؟ قال الشاهد: لأن الراغبة يا أحباب إخواني في الله أو الراغب يظهر من تلك المعالم. إن كان يوسف عليه السلام هو الذي رغب فيها، فما كان منها إلا وأنها سوف تدفعه، ويكون الدفع من أين؟ من الأمام. فإذا سوف تمزق وسوف تظهر علامات الدفع من أين؟ من علامات الثياب من الأمام. نعم يا أحباب إخواني في الله، إنه شاهد حكيم. وإن كان يوسف عليه السلام لم يرد رغبة فيها وهي التي ترغب في يوسف، فهو يريد فرارا وهي تريد أن تجذبه من خلفه، فيظهر ذلك على معالم ثوبه وبالفعل، أو معالم قميصه. وبالفعل نظروا إلى قميص يوسف عليه السلام فوجدوه ممزق من دبره أو من خلفه، فما كان من عزيز مصر إلا أن قال: ذلك من كيدكن
نعم يا أحباب إخواني في الله. قال مر اسمع القرآن الكريم: إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه كيدكن، إن كيدكن. انظر للقرآن الكريم حينما يصف كيد المرأة بأنه كيد عظيم، وقال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة. نعم يا أحباب، كيد المرأة يا أحبابي إن استحكم عليها الشيطان فأصبح يا أحبابي أصبح كيد يا أحبابي إخواني مزدوج بين إنس وبين جن يا أحبابي إخواني في الله. أصبحت هي بإنسانيتها، ثم إذا بالشيطان يركب دماغها فتكون القوة أحبابي إخواني في الله قوية جدا يا أحبابي، أو يكون الكيد والمكر شديد جدا من المرأة أحبابي إخواني في الله. نعم، من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العزيز يا أحبابي إخواني في الله بعد أن رأى القميص، قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يوسف خلاص المشكلة خلاص تتحل إن شاء الله وقضي الأمر يا يوسف. نعم، قال يوسف أعرض عن هذا، ثم يقول العزيز لزوجته، أو هذا قول يوسف عليه السلام. نعم يا أحباب إخواني اسمع: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أحباب إخواني في الله، الله أكبر أيها الأخيار. وهنا يا أحبابي إذا بالخبر ينتشر، أو يا أحباب إخواني في الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يصين أعراضنا وألسنتنا من أعراض الناس. نعم يا أحباب إخواني في الله، فإذا بالخبر ينتشر يا أحباب إخواني رويدا رويدا، حتى أصبح في المدينة وأصبحت الألسن ووكالات الأنباء تتناقلهم من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت، حتى قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. نقف بإذن الله تبارك وتعالى، ماذا فعل النسوة حينما سمعنا بقصة يوسف مع زوجة العزيز؟ أحباب إخواني هذا ما سوف نعرفه بتوفيق الله ومدده إن شاء الله غدا بأمر الله تبارك وتعالى، في نفس هذا التوفيق وهذا نفس هذا الوقت بتوفيق الله ومدده. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر